واضحة وصريحة كي نصل معا إلى حل جذري للعديد من المشكلات. لابد أن تعلم الحكومة أن هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد، ولكن المشكلة الأولى بل الرئيسية هي الاهتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري. معلش بقى، قهوة تعبانة مش النظرية. اتفضل يا ريس. بلاش كلمة ريس دي هنا خالص. لا مؤاخذة، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام. عشت يا ميتو. ازيك يا عم صلاح؟ تشرب يا باشا. هاخد قهوة مظبوط. قهوة مظبوط يا ابني على مية معدنية. لا، مية من الحنفية. خليها من الحنفية يا ابني وربنا يستر. هي هم كبير للسيد رئيس الجمهورية. باقي يا باقي، لوك 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 لوك، ما عندكوش غير الكلمتين دول. في ايه يا عم صلاح؟ مالك ما تهدى شويه. ما انت عارف عندي 5 عيال وامهم وعمالين يتكلموا عن محدود الدخل، يتكلموا شويه عن معدوم الدخل. ما هو برضه 5 عيال كتير، مفروض تخلي بالك عشان تعرف تربيهم كويس. ومين الاخ ده؟ اسكت شويه، ابوس ايدك. سيبك من متولي وخليك معايا. عايز تخلد براحتك وتنبسط والحكومة هي اللي توكلك وتشربك وتربي لك عيالك، لازم تشيل المسؤولية شوية ولا ايه؟ وماله نشيل؟ انت مش هتحضر فرح؟ فرح ايه؟ عندي ناس مهمة. هو في اهم من بصلة؟ ده صبيك وفرحه النهاردة لازم تحضره. ما يولع بصلة، هو اللي جابه بصلة. اقول لها بل ده باشا السبب الرئيسي في الزيادة السكانية. قوم يا متولي. على فين يا باشا؟ على فرح بصلة. سيادتك هتحضر بنفسك فرح بصلة؟ ايوه. انت متأكد من الكلام ده يا باشا؟ يلا. مكتوبة لك يا بصلة يا ابن العبيطة. تحية خاصة من شباب المنطقة لحبيب قلبي بصلة، وسمعني أحلى سلام. بعد إذن سعادتك دقيقة واحدة. حاسب يا عمنا، عايزين نسمع احلى سلام للمنطقه واللي فيها والعروسه والعريس بصله وامينه. مبروك يا امينه. اقعد اقعد اقعد. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه. الفرح ده فيه شخصيات مهمه قوي، كل الدنيا بتصورنا دلوقتي، الدشات والاس ان 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 ان، كل الساتلايت بيصورنا. اسكت اسمعني انت بالتحديد. شغل الحناطير والاسطبلات والحصينه ما يمشيش هنا خالص. ابوس ايديكوا. عيب يا عم. والله انا ما خايف الا منك انت. ولو ما حدش استغرق لي والنعمه ما انا داخله.
عارف مين اللي بعت لك الفلوس دي يا ابن المجنونة؟ عارفه طبعا، تقريبا شفته قبل كده في سوق العبور. سوق العبور؟ ده العبور نفسه يا ابن المحظوظة. تعرف يا متولي، دي أجمل ليلة قضيتها في سنين طويلة. بقالي كتير ما قعدتش على النيل. أول مرة أحس إني بتحرك كده من غير أي رسميات. مش هتروح بس عدل؟ لا، أنا عايز أقعد هنا شوية. النيل ده غالي عندي أوي، يا ما غسلت فيه أحزاني. وأنا طفل صغير كانت الدنيا لما تضيق بيا أجري بسرعة على النيل، كنت بحس إن هو كمان بيجري عليا. إيه ده؟ حد يرمي قصب في النيل؟ أنا آسف سعادتك، بس يعني هي ما جاتش عليا، ما هم بيرموا كل حاجة في النيل دلوقتي. النيل ده حياتي يا متولي، أحلامي كلها كانت هنا، طفولتي، شبابي، ذكرياتي. كنا دايماً نقعد ناكل بطاطا في نفس المكان ده. معقولة؟ سعادتك نفسك رايح على البطاطا؟ آه والله يا ريت. أهو بتاع البطاطا جه. عايز كام؟ وببلاش كمان. اتفضل يا باشا، بطاطا نظيفة ومتقشرة وزي الفل. اللي أنا والشيف. تعرف يا متولي، أحمد بيه شوقي كان باستمرار بيقعد هنا. أحمد بيه شوقي كان بيقعد هنا يا باشا؟ تعرف إيه عنه؟ حد ما يعرفش أحمد بيه شوقي يا باشا؟ ده رئيس مباحث الشبرا. أحمد شوقي أمير الشعراء يا متولي، كان بيكتب كل أشعاره هنا على النيل. العشاق البسطاء كانت دي فسحتهم الوحيدة. يا سلام، راحت فين الأيام دي؟ ظابط البطاطا ينسحب فورا، وانزل بالعشاء بسرعة. الأيام عني والسنين، إني أحبك فوق ما تتصورين. واحد اثنين ثلاثة أربعة يمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة شمال، واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا واحد تحت بدري اثنين ثلاثة أربعة. ما شاء الله عبد الشرح حامد، أنا شايف إنك أنت متفنية في عملك زيادة عن اللزوم. قعدتي في البيت بتتعبني، قلت أجي أضيع وقت شوية. والله المدرسة كل صباح، كل طابور صباح بتدعي لك يا أبلة الشراح إن ربنا يقومك بالسلامة. إن شاء الله يخليكي حضرة الناظر. في إيه؟ مالك؟ مبروك يا متولي. خير يا باشا؟ مراتك يا سيدي خلفت. يا ما أنت كريم يا رب. جالك ولد وسميناه محمد. أحلى اسم، أحلى اسم في الدنيا. يلا بقى يا أبو محمد، روح عشان تشوف مراتك وابنك، وعلى فكرة السواق بتاعها هيوصلك. ربنا يخليك يا كريم. يلا روح بقى. طيب بالنسبة للمستشفى الفلوس يعني؟ خلاص يلا بقى. ربنا يخليك يا حازم بيه، ربنا يخلي الريس. Let's
طلعت سوسه معكم على قلبك فلوس قد كده عشان تولد مراتك هنا؟ متولي طول عمره بحبوها ما يهموش. الف الف مبروك يا شراح. الله يبارك فيك، ربنا ما يحرمني منك. وليه تكاليف المستشفى الغاليه دي بس يا متولي؟ ابني حبيبي محمد سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. حبيبي جبت منين فلوس السلسله الذهب الحلوه دي يا متولي؟ سلسله الذهب؟ ده ابني انشراح. انا استحصل في حاجه. الف حمد لله على سلامتك يا ابن انشراح. الله يسلمك يا حبيبي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ابوس الولد. ايه حكايه البوس معاك يا عبد الفضيل؟ استنى، واخد الولد ورايح على فين؟ إيه ابني انشراح، وفي بيننا اسرار مالكيش دعوه انت. والله انت خلاص اتجننت. المدرسه كلها في انتظارك يا ابن انشراح. متشكره يا حبيبتي الناصر. محمد الله عليك يا حبيب والديك. اسمع يالا، انا عايز اقول لك سر مفيش حد في الدنيا هيعرفه الا انت. عارف ابوك بيشتغل ايه يا محمد؟ انت مش ناوي تلم لسانك ده يا متولي؟ عملتها يا محمد، تبلغ في ابوك وانت لسه في اللفه. انا سبق وحذرتك قبل كده، المره الجايه انا هتصرف معاك بنفسي. ولاحظ انك بقيت اب، يعني لازم تراعي لقمه عيشك. انت كنت اتكلمت مع سياده الرئيس بشان الخضروات اللي مرشوشه مبيدات مسرطنه؟ يا بيه الكلام جاب بعضه، عليا النعمه ما اقصد حاجه خالص. استرها معايا يا رب. لسه قاعد عند حماتك يا متولي؟ ايوه يا ريس. وخال مراتك والعيال في الشقه برضه؟ هيروحوا فين ساعتها؟ اوضه وصاله هي مش كده؟ ايوه يا فندم. ما قدمتش ليه في اسكان الشباب؟ ما قدم من 9 سنين. ازاي الكلام ده؟ 9 سنين وما استلمتش؟ يبقى جميل سعادتك في رقبتي ومش هنساهولك طول عمري لو تعرف لي حد في الاسكان. في الحقيقه انا ما اعرفش حد خالص في الاسكان يا متولي.